أعزائنا المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الأخبار ونستهلها بأبرز العناوين. تعزيز التراث الأثري والتاريخي لجيبوتي. البرلمان البريطاني يصل إلى طريق مسدود بشأن اتفاق البريكسيت. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. ترأس دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد اجتماعا تحضيريا حول المسابقة المدرسية الكبرى المقررة، نتابع. وجرت هذه المناسبة بحضور وزير التربية الوطنية وبمشاركة أمين عام وزارة التربية الوطنية سيد محمد عبدالله المهيوب، إضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة من بينهم أمينة الدولة للشباب، أمينة الدولة المكلفة بشؤون الاجتماعية، ووزير الإسكان والتعمير، والمديرون العامون، إضافة إلى المفتشين وكبار المسؤولين المؤسسات التعليمية. وتندرج في هذه المناسبة في إطار تحسين المستوى المعرفي والثقافي في صفوف الطلاب خلال فنون المختلفة وفيما يتعلق بالتكوين المهني. وأيضا تندرج هذه المناسبة في إطار المساعي الرامية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لتعزيز قدرات الطلاب فيما يتعلق بالتكوين المهني. هذا وتابع دولة رئيس الوزراء سيد عبد القادر كامل محمد عدد المعارض التي تم عرضها فيما يتعلق بالتكوين المهني والماكينات والناقلات والحاملات في هذه المناسبة، وذلك برفقة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. بدوره ألقى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني كلمة طافية تحدث في أهمية هذه المناسبة، نتابع. وفي خضاب مغتضب أشار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني إلى أهمية التي تولي بها دائرته الوزارية لمثل هذه الأنشطة التي من شأنها أن تخلق ديناميكية في المؤسسات التعليمية وتعزيز روح المنافسة بين التلاميذ في مختلف المرافق التعليمية. وشدد سيد مصطفى محمد محمود حرص وزارة على إنجاز هذه المسابقة التي تندرج في إطار تحسين المستوى المعرفي والثقافي والمهني في صفوف الطلاب من خلال الفنون المعرفة المختلفة، داعيا رؤساء المدارس إلى مشاركة في هذه التظاهرة الثقافية. وتتسم المسابقة في المجال النشاط المدرسي أهمية خاصة، ذلك لأن المسابقات شجعت لهؤلاء الطلاب وفي استنهاض لها وللون في هذه التنمية القدرات وبناء الثقة بالنفس، إذ تقضي المشاركة الفرصة لاختيار ما يوافق قدرته ويشبع ميوله ويواكب مداركه واستعداده الشخصي، فتبرز مواهب وتنمو مهاراته العقلية والعلمية. وتعد المسابقة أيضا وسيلة مهمة من الوسائل التربوية المألوفة في الخطط التربوية والتعليم، وذلك لما لوحظ من تحقيق أهداف كثيرة من أهمها تشجيع على القراءة، من أهمها تشجيع في المجال الفن وأيضا في الأعمال المهنية في تكوين شخصية الإنسان في ميدان العمل وبناء ثقة في النفس، وتعود على ترتيب الأفكار والمهارات بعضها ببعض، إضافة إلى تعويض على استثمار أوقات الفراغ بما هو مفيد ويسهم في تنمية المواهب وقدرات الإنتاجية المهنية للطلاب.
بدوره ألقى معالي رئيس الوزراء سيد عبد القادر كامل محمد كلمة تطرق فيها إلى أهمية التكوين المهني في مجال السوق العمل، وأشار إلى أن هذه المسابقة تعد النسخة الثانية على التوالي والتي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وأضاف أن الوزارة وفرت جميع المهن ولا بد تعزيز مجال التكوين المهني بقية تحقيق متطلبات سوق العمل. ويتم النقل أنابيب غاز من إثيوبيا إلى ميناء ديمرجوك، ولا بد من إيجاد شخصيات قادرة على تدليل الشعاب في حدوث مشكلات فنية طارئة في هذه الأنابيب، ولا بد من تطوير مجال التكوين المهني، وأن الحكومة تولي اهتماما خاصا فيما يتعلق بالتكوين المهني والفني. في إطار تطوير التراث الأثري والتاريخي المجهول بلدنا، قام وفد برلماني برئاسة رئيس الجمعية الوطنية محمد علي حمد بزيارة إلى هذه المواقع الأثرية. نتابع. في إطار تطوير التراث التاريخي المجهول بلادنا، قام وفد مهم من البرلمانيين برئاسة الرئيس البرلمان السيد محمد علي حمد وعلماء المعهد الأبحاث والأثر صباح أمس بزيارة على الموقع أثري في بورما في منطقة تجرة. أبرم منطقة أثرية تتسع لثلاثة كيلومتر من النقوش الصخرية، تنقل صخور الخطيرة المتنوعة على الحجر رسالة عن الرجال في البيئة المجتمعية وتفاعل بين الرجال والطبيعة والرجال والحيوانات، إضافة إلى أن المناخ رطب مع سهولة خضراء في المنطقة ماكروسو موقع أبورما، والذي يقع على ثقل صخور ماكاروسو على بعد حوالي 20 كيلومتر يصعب إليه وصول إليه، وهو أهم الموقع للنقوش الصخور في بلادنا وحتى في إفريقيا. يمكن مقارنة النقوش الصخرية لبورما بنقوش فاكامونيكا في إيطاليا التي تحتوي على واحد من أكثر مجموعة كثافة صخور صخرية ما قبل التاريخ. تمثل منحوتات الصخرية لبورما تسجيدا للقرن أو للفن البدائي والعصور ما قبل التاريخ للمجتمعات الإنسانية التي تشكل تحفة من العبقرية الإنسانية في قديم الزمان. أكد العلماء من شركة أي راي على أهمية زيارة الوفد البرلماني إلى هذه المنطقة، وأنه دليل ملموس على إرادة سياسية للتعزيز وتطوير التراث الأثري والتاريخي القني بما في ذلك أبورما وجبعاد موقع أخرى في جميع أنحاء بلاد. وفي مداخلة لرئيس الجمعية الوطنية السيد محمد علي حمد، قدم الشكر والتقدير على الجهات المنظمة على تنظيم هذه الزيارة التي سمحت باكتشاف مواقع استثنائية من النقوش الصخرية. نتابع. قمنا اليوم بزيارة إلى هذا الموقع الخلاب، حيث اكتشفنا العديد من التراث الجميل المتوفر في هذا الموقع، وأنا أنتهز هذه السانحة لتقديم الشكر والامتنان لمجمل الذين ساهموا في تنظيم هذه الرحلة الاستثنائية التي سمحت لنا إلى اغتنام الفرصة للتعرف على آثار المتونات هذا الموقع التاريخي. وعقب هذه الزيارة التي قمنا مع البرلمانيين، سنقوم بدورنا التمثيل في طرح مواضيع علم الآثار أمام السلطات التنفيذية لأجل توحية السياسيين حول أهمية القضية العلم الآثار، ومن أجل تسليط الضوء على المعهد البعوث الآثرية والتاريخية، لأنه يحتاج إلى وسائل يجب الحفاظ على هذا الموقع، ولذا يتوجب اتخاذ القرارات اللازمة التي من شأنها تسمح إلى توفير المطلوب. ونعلم أن الرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي يعطي لهذا الموقع وأمثاله اهتماما خاصا، لهذا نحن نتواجد في هذا المكان لحماية المواقع الأثرية والتاريخية لبلادنا في مجمل التراب الوطني. أنه موقع استثنائي مع وصول صعب للقاية إلى تفتيت الغاز المنحوتة على جدرانه، ونحن نطلب من المسؤولين معهد المعني إلى تقديم العرض إلى البرلمان وطرح أمام مسؤولي المجمل
البرلمانيين لاتخاذ جميع الخطوات الهادفة إلى توفير الدعم اللازم للمعهد ليواكب آماله فيما يتعلق بعلم الآثار والحفاظ على الموقع الأثري وتاريخي لبلادنا. هذا ورصد التلفزيون الوطني انطباعات وردود أفعال المشاركين في هذه المناسبة. نتابع. أنا ما كنت أتصور يعني يكون هذه الآثار القديمة المصورة على الرمل الذي هو هذا الصور الذي كان مرسوم على الأحجار، يعني كثرة المنطقة وكثرة الأحجار، وكل هذه الأحجار مرسومة فيها يعني صور من عدة الحيوانات، فيها العام البغر والكلاب والحيوان المربية، وكذلك حيوان الغابة، وكذا يعني نشوف صور بعض الأناس الذين هم يصيدوا يعني الصيد، الذين كانوا يعملون بالصيد الحيوانات الغابة من مثل الغزالة ومثل القرن الوحيد وكثير منهم. فهذه الصور كثيرة جدا بمسافة تقريبا يعني 3 كيلومتر، الأحجار كلهم يعني نشوف أثر يعني نرى أثر القديمة، يعني التاريخ متى كانت هذه، نخلي يعني تكون على 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 المورخين الجيبوتيين من هيئة الجيبوتية الذين هم إن شاء الله يشتغلون على هذا الموضوع، ولكن نحن كالبرلمانيين أو يعني كهيئة الدول مبسوطين، وكأبناء الجيبوتيين يعني مبسوطين يعني اليوم لزيارة هذه المكان الذي فيه يعني آثار طيبة جميلة وقديمة الذي نفتخر، يعني أبناء البلد جيبوتي والبلد جيبوتي كلها يفتخرون بهذه الآثار إن شاء الله. اختتمت دورة تدريبية لصالح المتدربين المنتخبين المحليين في العاصمة جيبوتي وفنيين في مجمل التراب الوطني، وشكلت هذه الدورة التدريبية لصالح المتدربين فرصة للحصول على معلومات متنوعة في القطاعات المختلفة من شأنها أن تمكنهم من التغلب على جميع التحديات التي يواجهونها أثناء القيام بأعمالهم المهنية. وتم تدريب المشاركين خلال هذه الدورة التي استمرت لمدة 2 يوم حول مختلف المجالات منها الإدارة الحضرية والمالية والاجتماعية، كما تم الضغط خلال هذه الدورة حول أهمية الاستغلال الأمثل للإمكانيات المحلية وتعزيز الحكم الرشيد لخدمة البلاد بكفاءة واستحقاق وجدارة. هذا وتم توزيع شهادات تقديرية للمشاركين في هذه الدورة التي استمرت لمدة 2 يوم والتي نظمتها عمدية مدينة جيبوتي. وفي كلمة للنائب الأول لرئيسة البلدية السيد عثمان محمد أحمد أشار إلى أهمية هذه الدورة لصالح المنتخبين المحليين التي تهدف إلى تحسين وتعزيز قدراتهم أو قدراتهم المعرفية فيما يتعلق بالإدارة العامة والاجتماعية والاقتصادية. دوليا، أعلنت موزمبيق تسجيل أول حالة وفاة بمرض الكوليرا وإصابة أكثر من 500 آخرين في مناطق متفرقة من البلاد. نتابع. أعلنت السلطات في موزمبيق اليوم أول حالة وفاة جراء مرض الكوليرا في مدينة بيرا الساحلية، مع تضاعف عدد الحالات الإصابة بالمرض في البلاد خلال 24 ساعة الماضية. كانت موزمبيق قد أعلنت عن ظهور أول حالة لإصابة الكوليرا يوم الأربعاء الماضي، والذي تفشى نتيجة إعصار إيداي العنيف الذي ضرب البلاد في 14 مارس الماضي، وخلف دمارا هائلا وخسائر واسعة النطاق، وتسبب في مقتل 700 شخص على الأقل عبر الجزء الجنوبي من القارة الإفريقية. وسجلت موزمبيق أكثر من 1000 حالة إصابة بالكوليرا منذ بدء تفشي المرض في مدينة بيرا، وتركزت الجهود المساعدات في موزمبيق الآن على محاولة احتواء انتشار المرض، وجرى تنفيذ حملة تطعيم كبيرة في أنحاء البلاد. ظل طريق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مسدودا بعدما أخفق البرلمان في الموافقة على أي بديل للاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
بعد أسبوع صاخب رفض فيه المشرعون استراتيجية ميل الخروج لمرة ثالثة رغم عرضها للاستقالة إن قبلوها، لا يزال الارتباك يسيطر على مستقبل العملية التي تمثل أكبر تحول في تاريخ بريطانيا الحديث. وفي محاولة لكسر الجمود، صوت المشرعون يوم الاثنين الماضي على 4 خيارات بديلة للخروج، لكن الرفض كان مسيرها جميعا. والخيار الذي اقترب من الحصول على الأغلبية كان مقترحا بإبقاء بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وجرى رفضه بفارق 3 أصوات. أما اقتراح لإجراء استفتاء مؤكد على أي اتفاق فاز معظم الأصوات، لكن المشرعون رفضوه بواقع أكثر من 290 صوتا مقابل 280. أظهرت نتائج المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة الأوكرانية التفوق الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي بفارق كبير على منافسه، وهو ما اعتبره الرئيس الحالي بيتروس درسا قاسيا. بعد فرز أكثر من نصف الأصوات صباح الاثنين الماضي، حقق زيلينسكي البالغ من العمر 41 عاما ويلعب دور رئيس في مسلسل تلفزيوني شهير تقدما مريحا على الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو في الانتخابات التي وصفتها مفوضية الانتخابات الوطنية بأنها كانت حرة ونزيهة إلى حد كبير، وتقلصت قائمة المرشحين الكبيرة من 39 مرشحا إلى 2 فقط، وسيتنافس زيلينسكي وبيترو بوروشينكو وحدهما في جولة الإعادة التي تجرى يوم 21 من أبريل القادم. أما الخبر الأخير في نشرتنا، حيث استلم وزير الخارجية الألماني من نظيره الفرنسي رئاسة مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية. وللمرة الأولى الشهر الماضي تولت فرنسا رئاسة مجلس أمن بالتشارك مع ألمانيا في إدارة المجلس، وتشارك ألمانيا في هذه المرة مع فرنسا في رئاسة المجلس باعتبارها رئاسة الأمم المتحقتين رئاسة المزدوجة لمدة شهرين. وفي تصريح صحفي، دعا وزير الخارجية الألماني في نيويورك إلى حماية النظام الدولي، وأضاف أن ألمانيا وفرنسا مضطرتان لحماية النظام الدولي. ويجدر بالذكر أن ألمانيا التي سبق لها أو أنالت 6 مرات عضوية مؤقتة في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضو ترقب في الحصول على عضوية دائمة بالمجلس إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين. أعزائي المشاهدين، قد وصلنا إلى نهاية النشرة، وشكرا على حسن إشقائي والمتابعة، وانتهت النشرة.